مساء الخير أستاذ ثائر. يمكن هناك في الفترة الأخيرة كان هناك يعني رحلات مكوكية بين من قبل بضعة أيام كان هناك الرئيس الفرنسي ماكرون، امبارح كان موجود في كييف وذهب أيضا إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين، بعدها بالأمس كان هناك المستشار الألماني زار أوكرانيا، والنهاردة كان موجود في روسيا. كيف تقيم الوضع الروسي الأوكراني الآن؟ يعني في الحقيقة هناك اختلاف واضح في حجم تقييم المخاطر المحتملة من أي غزو روسي على أوكرانيا بالنسبة للأوروبيين وحلفائهم في الطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن حلف الناتو يجمع كل هذه الدول ويعني يربطها بمعاهدة واحدة وهي معاهدة الدفاع المشترك. لذلك كله التقييمات الأوروبية تقوم اليوم على أساس المباحثات المكثفة مع الروس، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية بدءا من زيارة ماكرون وصولا إلى زيارة شولتز المستشار الألماني لهذا اليوم، في حين أن الأمريكيون الآن يحذرون حقيقة من احتمالية غزو روسي لأوكرانيا ويطرحون ثلاث سيناريوهات للتدخل الروسي في أوكرانيا، ويعتمدون أيضا على تقنية رصد التحركات الروسية من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال وكالات الاستخبارات سواء الأمريكية أو حتى الأوكرانية التي يعني أعطت إشارات واضحة أن هناك زيادة عددية كبيرة في حجم القوات الروسية وهناك تحركات روسية جرت خلال الساعات 24 الماضية نحو نقاط ساخنة، يعني نقاط تصنف أنها نقاط هجومية. الأوروبيون يعني وانطلاقا من تصريحات وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أنه لا داعي لسحب السفراء، يعني النمسا مثلا تحاول أن تخفف من حجم التصريحات المحذرة للغزو، يعني التصريحات الأمريكية بين قوسين، في حين أن الأمريكيين يعتقدون ويجزمون أن روسيا ماضية في طريق الغزو إلى أوكرانيا. لذلك نجد أن جو بايدن وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين جميعهم حذروا وأيضا بعثوا رسائل لروسيا أن العواقب ستكون وخيمة وأن الرد الغربي سيكون يعني قاسيا يعني لروسيا. من الملاحظ أن هناك ذعر أمريكي واضح من الوضع الروسي الأوكراني، ولكن احنا يمكن بيهمنا هنا بالنسبة للنمسا. طبعا أوروبا أو الاتحاد الأوروبي بيعتمد بشكل يعني حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي في الطاقة 40% من الطاقة في أوروبا وخاصة بالغاز بيعتمد على الغاز الروسي. النمسا بتعتمد من حوالي من 60 ل 80%. هناك برضو اتفاقات بين النمسا وبين روسيا. شايف حضرتك الموقف النمسا من أو قراءتك لموقف النمسا، هل هو موقف إيجابي في الصف الروسي أم هناك اعتراض على تصرفات روسيا؟ الموقف النمساوي حقيقة يحاول أن يذهب بالوضع الراهن إلى أقصى نقطة من يعني التهدئة وليس نحو التصعيد، ونحن نعلم أن النمسا يعني دولة حياد، هذا في المقام الأول. المقام الثاني النمسا هي يعني عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني عندما نقول أن النمسا تخشى وتقلق أيضا على أمن حلفائها في الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الدول حلف الناتو، هي دول أيضا مجاورة للنمسا، يعني سواء بولندا أو دول أخرى كإيطاليا، هذه الدول لها ثقلها ووزنها في حلف الناتو، وبالتالي ما يصيب دول حلف الناتو من تهديدات روسية بغزو أوكرانيا حتما يصيب أوكرانيا، حتى لو أنها ظلت على حيادها وحتى لو أنها أطلقت تصريحات يعني فيها الكثير من التهدئة. لكن حقيقة موقف النمسا يعني واضح وصريح من يعني حجم المناورات الروسية والتهديدات الروسية
ربما النمسا تدرك جيدا أن روسيا تمارس سياسة ضغط كبيرة جدا على الغرب، وهي تحاول الآن روسيا قدر المستطاع أن تلوي ذراع أوكرانيا بحثها على رفض الانضمام لحلف الناتو. لكن كما تفضلت حضرتك وقلت أستاذ ممدوح أن النمسا تخشى على موضوع الطاقة يعني، وخاصة الغاز الروسي. النمسا هي ثاني مستهلك للغاز الروسي في أوروبا بعد ألمانيا من خلال أنبوب غاز نورد ستريم 2، وهو يعني يعتبر شريان الحياة بالنسبة لألمانيا. وكذلك ولكن التخوف النمسا من الوضع النهارده في المؤتمر الصحفي اللي كان بين المستشار الألماني شولتز وبوتين، صرح بوتين أن هناك ضمانات لضخ الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي يعني تحت أي مسمى من التوترات حتى عام 24. هل هذا يكفي أو ده يعطي طمأنينة أكبر للنمسا من ناحية استيراد الغاز؟ هذا حقيقة هذا يرتبط ويتعلق بحجم التدخل الروسي في أوكرانيا، كيف سيكون شكل هذا الغزو إذا ما كان هذا الغزو يعني يسير وفق سيناريوهات عملية، يعني عملية انتشار بري للسيطرة على مناطق في شرق أوكرانيا دون المساس بالمصالح الغربية التي تمر عبر الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها هذا الأنبوب الذي تستفيد منه أيضا أوكرانيا سنويا بمليارات الدولارات، أم أن الغزو سيكون يعني غزوا أعمى إذا جاز القول، وبالتالي لا ضمانات روسية لألمانيا ولا للأوروبيين في الاتحاد الأوروبي بأن تدفق الغاز الروسي سوف لن يتضرر بعملية الغزو إلى أوكرانيا إن تمت، لأن بوتين بنهاية المطاف سيذهب إلى طمأنة حلفائه حتى لو اتخذ قرار الحرب واتخذ وأعلن ساعة الصفر لتدخل قواته إلى أوكرانيا. حتما لن يعني يقول أنني بتفسر ده حضرتك، يعني هناك يعني حضرتك بتقول أني ليس هناك ضمانات من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي للوعود الروسية باستمرار ضخ الغاز للاتحاد الأوروبي، ويعني ده اللي بيفسر. يمكن بالأمس كان هناك تصريح لوزيرة الاقتصاد النمساوية أن هناك فتح قنوات تفاوض مع بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر لزيادة مصادر الغاز. هل تعتقد أن ده ممكن يكون سلاح ضغط على روسيا لإثناءها عن تنفيذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا؟ هذا حقيقة أحد الخيارات التي تعتمدها أوروبا في موضوع التزود بالغاز بديلا عن الغاز الروسي، وهناك شحنات يعني شبه يومية تنطلق من موانئ الخليج العربي إلى الموانئ الأوروبية، وهي يعني سفن محملة بكميات هائلة من الغاز. لكن هذه الحمولة من الخليج سواء من قطر أو من الإمارات، طبعا هي قطر المزود الأساسي بالنسبة لبعض البلدان الأوروبية، لكن حقيقة يعني نحن نعلم أن كلفة نقل الغاز عبر البواخر وعبر يعني الطرق البحرية مكلف أكثر بكثير من الأنبوب. نعم. الذي يعني يضخ يوميا يعدي فيه الغاز يعني كميات. نعم. هائلة. نعم. نعم. لذلك نعم. هو قد يكون أحد الخيارات، وبالتالي حتى تعطي يعني حتى يشعر الأوروبيون ببعض الطمأنينة، وبنفس الوقت ليمارسوا ضغط مقابل وموازي للضغوط الروسية التي يعني تذهب اليوم بعيدا في موضوع التلويح باجتياح أوكرانيا. أشكرك أستاذ ثائر على المعلومات القيمة والتعليق، ونلتقي في حلقات قادمة. في نهاية اللقاء نتقدم بالشكر إلى الإعلامي ثائر الناشف، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.